يعني عينيك بسبب الضربة دابا باش دايرة بحال هكا، يعني ما كانتش مغمضة بحال هكا العين. لا حول ولا قوة. صباح الخير، صباح النور لكم متتبعي قناة شوف تي في. مرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة. مرحبا بكل متتبعينا اينما كنتم داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن. خوتي معنا هذا الشاب اللي تيقول انه شهد شهادة حق ضد يعني واحد الشاب، فاذا به هذاك الشاب كينتقم منه وهرب، يعني يبقى هذاك الشاب مبحوث عنه مشهر بأربع سنين، حتى رجع الآن تيقول أنه البارح مرة أخرى كان غادي يتعرض للقتل من بعد ما هددو قال له أنا غادي نقتلك. القصة كاملة خوتي غادي نعرفوها من عند هذا الشاب اللي اليوم تيقول الحياة ديالي في خطر. كنتمنى يعني للقضاء ينصفني، لأن خصوصا أن الشكاية كاينه عند النيابه العامه، وهذاك الشاب ما تقدمش وكان مبحوث عنه ومازال يعني تيحاول انه يدير جريمه اخرى لانه ما تعاقبش على الجريمه الاولى. اذا خليكم معنا خوتي نفهموا شنو وقع، كيفاش وقع هذا الاعتداء، اش من سنه، في اش من بلاصه، اش من دوار. اذا مرحبا بكم خوتي. مرحبا اخي، عرفنا بنفسك، قرب شي الميكرو خويا عندك، عرفنا بنفسك وحكي لنا يعني كيفاش وقع هذا الاعتداء ومن امتى، التفاصيل كامله بغينا نعرفوها. السلام عليكم، معكم احمد الختيمي من دوار اولاد عزوز اولاد قوري خريبكة. السن ديالي 33 سنه، اب لطفل. انا بدا عندي المشكل منذ ان من 2015 ملي استدعوني الدرك الملكي باش ندلي بالشهادة ديالي على حساب واحد ضد واحد الشخص انه تعدى على واحد الارض ديال شي ناس وخسر المزروعات ديالها، ودليت بالشهادة ديالي امام الدرك الملكي. كذلك استدعتني المحكمة الابتدائية، دليت بالشهادة ديالي شهادة حق في 2016. استدعتني المحكمة الاستئناف باش تاخذ عاوتاني سميتو الشهادة ديالي. شهدت بهذاك الشيء اللي شفته، وهذاك الشيء اللي شفتي هو ضد هذا الشاب، هذاك الشيء ضد الأب ديالو. ضد الأب ديالو والأب ديالو تهدد عليا وتهدد على ناس اخرين شهود اللي كانوا غادي يشهدوا ضده، واستدعاتهم المحكمة وما شهدوش. تراجعوا للشهادة ديالك. انت ما تراجعتيش. انا ما تراجعتش. انا تنخاف من الله سبحانه وتعالى وحده، لانني شفت هذاك الشيء، شفت هذاك الظلم، ما ترضاش بالظلم حتى النفسي ديالي. يمكنش تأدي القسم على الكذوب، شهدتي شهادة حق. شهدت شهادة ديال الحق، ما رضيتش انني نشوف الظلم ونغمض عليه عينيا. لان الله سبحانه وتعالى ما سيرضاش بالظلم. من بعد 2016 من اللي حكمت عليه محكمه الاستئناف بالغرامه، مرضاش هذا الشخص، مرضاش انه حكمت عليه المحكمه، وتهدوا عليا عده مرات. من بعد تعرض لي في 28 شهر 7 2017، تعرض لي الابن ديال هذا الشخص اللي شهدت فيه، تعرض لي ضربني بحجرة الرأس ديالي هنايا، سميتو عندي الشق هنايا في راسي، اللي أثر لي على راسي، أثر لي على الشوف ديالي. الآن أنا هذه مدة وأنا كنتعالج لمدة 4 سنوات ونصف. مازال في العيش لحد الآن على حساب الشوف ديالي وعلى حساب الرأس ديالي. الرأس ديالي دابا نقدر نريح في الشمس، كدورني الشمس. يعني وقت البرد كنشوفو بسبب ديك الضربه. بسبب ديك الضربه اثرت لي على عينيا. من بعد هادشي دازت هاد المده ديال 4 سنوات،
هو كان مبحوث عنه، كان دارت فيهم هبطوا الدرك الملكي باش يجيبوه، انه هرب، دارت لي مذكره بحث، هرب هذه المده ديال 4 سنوات ونصف. يعني كانت المده كامله وهو هارب. هذه المده كامله وهو هارب، وهو مبحوث عنه، وهو مبحوث عنه. كنت فاجئ هذه المده ديال 15 يوم تقريبا انه ولا كيتجول بحريه، رجع للولد عزوز، رجع للولد عزوز وكيدور، وقال لهم حنا عندنا نفوذ وحنا واصلين وحنا عندنا الفلوس، ما نضربش النهار نهار واحد، نقدر نقتل وما نضربش نهار واحد. من بعد انا جيت انا للمحكمه الابتدائيه، درت شكايه عن النيابه العامه، قدمتها عند النيابه العامه، هذه مده ديال 15 يوم. البارح نتفاجئ انه شنو الشكايه شنو درتي فيها؟ تقول زعما هذا الشاب هو رجع ولا تيتجول بحريه، وانه تيتعنى انه يعني بالفلوس، تفتح تحقيق في القضيه ديالك، تفتح تحقيق وسميتو ويدوز هذا السيد قدام العداله، انني ناخذ الحق ديالي. انا عانيت من هذيك الضربه لانه تكرفص عليا، تعدى عليا بزاف، فاش ضربني المده، فاش ضربني بقى تيشف عليا، بغى يقتلني ذاك النهار. لولا ان شي ناس دخلوا انهم عتقوني كان غيقدر يقتلني ذاك النهار. كانوا شهود، كانوا شهود وشهدوا في القضيه. لولا انهم دخلوا وسميتو فكوني منه كان غيقتلني، كان تيضرب ضرب ديال القتيل، ما عاقلش يعني ضرب بالحجره ومازال نزل عليه، مازال نزل عليه. البارح او الثاني كنت فاجئ ان يديز من الطريق، تعرض ليا بالسياره ديالو، تبعني بالسياره ديالو، بغى يضربني بالطوموبيل. لولا ان لطف الله ان سكتت بيه الطوموبيل، هو ما عندوش رخصه سياقه، يلا تيتعلم، ما عندوش رخصه سياقه، سكتت بيه الطوموبيل. زدت انا مشيت سميتو تعرضت الاخت ديالي، لان جيب شت قضيه وسميتو، قالت لي تعرض ليا باش نهز معاها. ملي رجعنا عاوتاني كذلك تبعنا بالطوموبيل، تبعنا بالطوموبيل. ملي بغى يضربنا، ملي خرجنا حنايا لابيست، صافي زدنا بشينا بحالنا، طلعت ديريكت مو طلعت عند الدرك الملكي. ما هضر معاك، ما هضرتي معاه، ما حتى حاجه. قال لي سميتو الحاجه اللي خسر عليا ملي وقفت به الطوموبيل، قال لي نقتلك، قال لي وما نضربش عليك نهار ديال الحبس. يعني مازال انا اليوم انا وليت خايف على حياتي، خايف على حياه الام ديالي، الاخت ديالي، خايف على حياه الابن ديالي اللي باقي صغير. يقدروا هاد الناس يديروا اي حاجه، يقدروا يديروا اي حاجه. يقدروا هاد الناس يقدروا يديروا اي حاجه، لا الام ديالي، لا الاخت ديالي، لا ليا انا، لا الابن ديالي، لانهم كيستعملوا كافه الطرق. ملي كي دابا الناس تما كاين في الدوار، ملي وقعت لي هاد الواقعه، ما تلوش البارح تيشوفوا، ما تلوش قادرين انهم يشهدوا ولا انهم يجوا يفكوا ولا شي حاجه، يعني ما تيقدروش. صافي من هذاك الشيء اللي وقع ليا انايا يمكن يوقع لاي واحد، يعني واخا شافوا داك الاعتداء، واخا يشوفوا انه وقف عليك بالطوموبيل، وما يقدرش شي واحد يشهد. لانهم تيستعملوا كافه الطرق، كافه الطرق، سميتو اتهامات، سميتو تهديدات باي طريقه باش الناس ما تشهدش. واخا البارح ملي كتشوف ثاني الحياه ديالك كانت معرضه للخطر، شنو درتي؟ وخصوصا ان قلتي وقف وقال ليك راه غنقتلك نقتلك، ونهار واحد ما تشدش في الحبس. هو صحابو راه عايش في شي غابه، ولا راه حنا في دوله الحق والقانون، ولا كيتسحب راسو هو بحال فوق القانون، فوق القانون. دابا ملي يخرج ولا تيتجول بحريه وسميتو، ولا تيحسب راسو فوق القانون. ديك الساعه انا صافي وليت خايف على راسي، وليت خايف على راسي، انا حضرت راسي، انا ما عنديش ما نقدرش نتواجه معاه. انا الصحه ديالي ضعيفه، لأن انا انسان ضعيف في الصحه ديالي، ما نقدرش نتواجه معاه. انا بغيت هو تعنى عليك بالقوه، هو تعنى بالقوه، لانه صحيح وسميتو تعنوا بالقوه، وتتعنوا بالفلوس، وتتعنوا بالنفوذ.
تيمارسوا كافه الضغوطات على تقريبا يكون في عمره هذا الشاب هذا تقريبا غتكون عنده تقريبا 26 سنه ما عنده وليدات لا يعني هو انت كونت اسره باغي تعيش مع وليداتك ماشي ديال المشاكل انا الحمد لله انا شاد الطريق ديال الله شاد الطريق مستقيم انا ما سميتو ما عنديش مع داك الشيء ما بغيش المشاكل ما بغيتش حاجه انا باغي القانون ينصفني باغي القانون ياخذ لي الحق ديالي باغي القانون يحميني انا وليت نشوف راسي يقدر اي لقطه يقتلوني اي لقطه يقدروا يقتلوني انا والام ديالي الكبيره في السن عايش غير انت وياها وزوجتك عايش غير انا وياها في الدار الام ديالي كبيره في السن بزاف ولات مريضه دابا ولات خايفه عليا هو هذا قلتي لي ملي تعرضتي لهذاك الاعتداء اشنو درتي ملي البارح ثاني عاود البارح تشوف بانك ممكن تموت مشيت عند ديريكتومون عند الدرك الملكي في ولاد عزوز لا في حطان حطان ملي مشيت انه لقيت عندهم شي تقديم وشي عندهم شي اكسيدون عندهم مشاغل قال لي غتمشي تال قال لي في الاول تسنى بقيت نتسنى تقريبا المده ديال الاربع ساعات شويه قال لي سير تال الاثنين وجي لعندنا مشيت هبطت هنايا درت شكايه باش نقدم للوكيل العام كتبت شكايه باش نقدم للوكيل العام وهاد السيد هذا فايت ليه متهم واحد بانه اغتصبوا هاد السيد اللي ضربني انايا متهم واحد بانه اغتصبوا وصيفطوه للحبس تيديروا اي طريقه اي واحد تنامش معاهم ولا سميتو انا هاد الناس ما كانتش معايا معاهم عداوه من قبل ما كانت معاهم حتى شي حاجه ولك يعني ملي شهدتي انت عادي كانت من قبل عادي ما كانت عندنا لا عداوه ولا حتى شي حاجه جيران حدا بعضياتنا ما كانت حتى شي حاجه بيناتنا هاد الشيء غير هاد الشهاده من الشهاده ولاو حاقدين عليا لان ملي خرجت لهم المحكمه هذيك الغرامه وداك الشيء ما رضاوش انهم يوصلوا لهذيك الدرجه هاد الناس عندهم بزاف ديال المشاكل في المحكمه عندهم بزاف ديال المحاضر ديال الضرب الجرح السرقه اضرام النار بزاف وتيتملصوا من العداله لانهم عندهم نفوذ عندهم واصلين عندهم نفوذ عندهم الفلوس تيلعبوا بالفلوس كيما بغاو تيضغطوا على الملفات كامله تيضغطوا عليها بالتهديدات تهديدات يعني حتى يعني شنا هذوك اللي قلتي بغاو يشهدوا ما قدروش يشهدوا هذوك اللي كانوا غيشهدوا معايا في الاول ما تراجعوا للشهاده في القضيه اللي شهدتي فيها في القضيه اللي شهدت فيها تراجعوا للشهاده واخا انت ملي تعرضتي لاعتداء المره الاولى شهدوا لك الشهود كان معايا الشهيد هو اللي شهد لي وهما اللي فكوني منه لانهم لو ما حضروش داك النهار وفكوني منه كان غيقتلني هو تيمارس تهديدات على الشهود تيمارس تهديدات على كل شيء باش يتملص من هذه القضيه قلتي لي هذه الواقعه وهذا الاعتداء اللي تعرضتي ليه يعني هذه محاولات القتل اللي تعرضتي ليها من 2017 من 2017 شهر 7 2017 شهر 7 2017 من تما اختفى مابقاش بان شنو واش خرج خارج ارض الوطن ولا غير هنا في المغرب لا غير خارج غير الاقاليم ديال هنا يعني غير في النواحي خريبكه الله اعلم ما كانش شي يبان هنايا في خريبكه ما يبانش ليا هنايا ما عمرك شفتي ما عمري شفته حتى مؤخرا هذه 15 يوم عاد باش يبان ملي سطو بان مشيت قدمت الشكايه للنيابه العامه شنو الطلب ديالك؟ انا الطلب ديالي يشوفوني مسؤولين يشوفوني الناس الكبار اللي في هذه البلاد الناس اللي واصلين باش يفتحوا تحقيق يتفتح تحقيق من جديد يتفتح تحقيق مع الاب ديالو معاه هو يشوفوا يتخاذ لي انا الحق ديالي يحميوني انا ضعت صحتي ودابا اليوم وليت مهدد بالقتل انا ولا الام ديالي ولا الاخت ديالي ولا الابن ديالي وشكرا يعني كنتي درتي سكانير عندك الضربه في الراس كنت درت سكانير هذا هو السكانير اللي درت فسميته
في شهر 7 المرة الأولى فاش ضربت، وعاد باش عندي لي سكانير أخرين ديال التأثيرات ديال دابا. مازال دابا كدوز، مازال متبع؟ مازال متبع لحد الآن. التأثير اللي وقع شنو وقع لك؟ التأثير أثر ليا على الشوف، أثر ليا على الرأس ديالي. دابا الرأس ديالي أنا ما نقدرش نبقى في البرد، لا ما كنش داير الطاقة هي وسميتو، لا كاين البرد ما تضرني راسي. كناخذ غير لي كالمون، غير أدوية ديال الرأس باش نكالمي الشوف ديالي، نقص ليا الشوف ديالي. تأثيرات بزاف، عاد باش التأثيرات الصحية ديال سميتو ديال أنني ملي كنتفكر هذاك الشيء ما كيطير ليا النعاس من راسي، ما كنعش، ما خديتش حقي. يعني هو يعني هنا من نهار اللي درتي الشكايه الاولى وهذا، يعني كان مبحوث عنه. كان مبحوث عنه، كان دارت لي مذكره بحث، وملي كنجي النيابه العامه ولا على الدرك الملكي تقول لي حتى نهاري تلقى عليا القبض راه غتقدم غتخاد حقك. صافي اليوم كتقول ها هو كاين، ها هو كاين، كيتجول بحريه دابا، وكيتعنى انه بالفلوس بالنفوذ انه ما يضربش نهار ديال الحبس، ويقدر يقتلني. قال لي في اي لحظه يقتلني وما يضربش نهار ديال الحبس. هنايا هذه الشكايه اللي كنت درت الاولى كانت في النيابه العامه، في سميتو في النيابه العامه 2018 تحت رقم العدد 3201 496، باش مسجله بالنيابه العامه. يعني كحطوا دابا تعميق البحث، تعميق البحث باش يتعاود التحقيق من جديد، يتعمق البحث. هاد الشخص بغيتو انا يتعاقب، بغيتو ياخذ الجزاء ديالو باش ما يبقاش. يعني مادام يعني غادي بغيتيها غير باش انه يتقدم للسيد الوكيل الملك، يتقدم السيد الوكيل الملك وانه ينال الجزاء ديالو، باش ما انا ما باغيش عاوتاني يوقعوا الناس اخرين. راه كاينين مشاكل بزاف غيوقعوا الناس اخرين من غيري انا، راه ماشي انا الوحيد اللي وقعت في هذا الشيء، راه واقعين الناس من قبلي، عداد منهم مع الاب ديالو، عداد منهم مع الاب ديالو ما خداو حتى شي حاجه. ودابا حاليا حتى هو زيد تيطغى ملي وقع هذا الشيء وسميتو انه ما ضرب حتى شي نهار ديال الحبس، زيد كيطغى وزيد في هذا الشيء. نعم، رقم الهاتف ديالك اخويا؟ الرقم ديال الهاتف ديالي هو 07 66 95 70 88. عاودها غير بشويه. 07 66 95 70 88. واخا رجعتي البارح قلتي باش انك دير شكايه ديال البارحه او ديال الاعتداء ومحاوله القتل بالسياره، شنو وقع؟ فين مشيتي؟ مشيت عند الدرك الملكي. قلتي لي الدرك الملكي قالوا لك حتى الاثنين. قالوا لي حتى الاثنين، ولكن جيتي قلتي درتي الشكايه ديالك، فين حطيتيها؟ الشكايه درتها الوكيل العام. كتبت للوكيل العام ان البارح سيرتو ان السبت ما سميتو الوكيل النيابه العامه محكمه الاستئناف ما تسكنش حتى الاثنين. تمنى القضاء ينصف. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كانت هذه صرخه مظلوم ما خداش الحق ديالو. علاش ما خداش الحق ديالو؟ لان الشاب اللي اعتدى عليه هرب هاد المده ديال 4 سنين ونص، وهو هارب وهو مبحوث عنه حسب التصريحات ديال هاد الشاب اللي تعرض للاعتداء. اليوم خوتي تيقول يعني هاد المده كامله وهاد المعتدي يعني هربان، هادي 15 يوم بدا تيبان في ولاد عزوز، يعني من اللي بان دار الشكايه ديالو للنيابه العامه وكيتمنى التدخل العاجل قبل وقوع الكارثه، لان فعلا ان الكارثه كانت غادي توقع البارح لولا الطف الله. من بعد ما حاول مره اخرى انه يدهسو، حسب التصريحات دائما اقول ديال هذا الشاب اللي امامنا، تيقول انه حاول يدهسو بالسياره ديالو، وخصوصا انه ما عندوش رخصه سياقه، دائما اقول حسب تصريحات هذا الشاب. فملي حاول انه يدهسو بالسياره وقفت ليه السياره وقال ليه انا حالف حتى نقتلك وما نضربش نهار واحد في السجن. راك غلطان يا اخي اللي كتهضر بهاد الطريقه هادي وتتقول انك تقتل وتضرب ودير اللي بغيتي وما تضربش نهار واحد في السجن.
راك غلط، لاننا حنا في دوله الحق والقانون، ما عندناش قانون الغاب، اضرب اللي بغيتي وقتل اللي بغيتي وجول كيما بغيتي. ربما انت مبحوث عنك، مازال ما طاحوش عليك رجال الدرك الملكي او رجال الامن، ولكن باش تقول انك انت فوق القانون، لا انت ولا غيرك، اي واحد كيهضر بهذه اللهجه وبهذه الطريقه هذه، فسنقول لك القانون فوق الجميع. وان شاء الله كنتمنوا مره اخرى غادي نوقفوا هنا امام المحكمه الابتدائيه، وغادي نقولوا يحيى القضاء، لان الحمد لله غادي ياخذ لك الحق ديالك. فاطمئن يا اخي، خاص غير الشكايه ديالك توصل للسيد وكيل الملك، ويتبت فيها مره اخرى البحث، ويشوفوا يعني مادام قلتي انه باين وحاضر وكاين في ولاد عزوز وكيجول ويمشي كما بغى، فاكيد غادي يتلقى عليه القد او غادي يتبحث يعني في هذه القضيه هذه. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي، لان صراحه ملي كنشوفوا واحد المواطن امامنا وتيقول لك انا خايف على حياتي، انا معرض للخطر، انا معرض للقتل، خايف على ولدي وخايف على راسي وخايف على اختي وخايف على الام ديالي، السبب انه شهد، كيقول شهاده حق، انا استدعوني الدرك الملكي باش نشهد في واحد الواقعه وقعات، فكانوا شهود كتار خصي يشهدوا، الكل تراجع لان تعرضوا للتهديد، ولكن انا لا، ما تراجعتش، رغم ما عندي مشكل لا مع هذا ولا مع هذا، ما ميال لا لهذا ولا لهذا، ولكن تيقول لك شهاده حق، اديت عليها القسم وشهدت شهاده حق، لانك يخاف من الله، هذيك شهاده حق اللي شهد ادى عليها الثمن، ولكن الحمد لله مادام ضميرك مرتاح فالله سبحانه وتعالى غادي ياخذ لك الحق ديالك. الى هنا دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.